عندي واحد الاقتراح ديال واحد الطورطيه اللي عنده الوليدات ما كيبغيش ليه الخضره وما كيبغوش ليه. ايه واخا ايه كتقبطي واحد جوج القريعات خضرين صغار بعد ما كتغسليهم كتحكم في ديك الحكاكه الغليظه ديال لينوكس ايه كتحطيهم على جناب كدير واحد جوج خيزوات حتى هما هكاك كتغسليهم وتقشريهم وتحكم في ديك الحكاكه حتى هما كتحطيهم في اناء اخر بوحدهم. ايه كتشدي بطاطا كتقطع واحد جوج بطاطا تنقيها وتقطعها مكعبات كديري لها واحد نص سلقه هذيك حتى هي وكتحطيها على جناب واخا ياك كتقبطي مطيشه حتى هي كتقطعيها مربعات مقشره ومقطعه مربعات وكتحطيها على جناب حتى هي كتقبطي الفلفله خضراء حتى هي تقطعيها البصله حتى هي تقطعيها نفس مكعبات ملي كتحطي هذا الشيء كتبداي كديري تقريبا شي ثلاثه المعالق الزيت في المقله وكتبداي كتدي واحد شويه وتجيبي هذيك البصله وتحيديها تعاودي تديري سميتو هذه بطاطا كديري لها شويه الزيت كتقليها شي شويه حتى كتجي مجمره كيبغوها الدراري كتحيديها حتى هي كتديري عاد كتخلي دوك اللي كيديروا لك اللون فسميتو بحال خيزو كيصبغ لك الزيت وهذيك القريعه كتخليهم من الاخر من كديري القريعه تعاودي ديري هذيك خيزو المهم كلشي هادشي كتديريه ملي كتكملي كلشي كتقبطي واحد الزلافه كبيره جبانه كتخوي فيها وكديري كتقلي هذيك بالطبع الفلفله اللي قلت ليك ومطيشه كلشي هادشي كيتقلى ملي كتجمعيهم في واحد الزلافه كاملين كتزيدي عليهم شي ربعات البيضات كتدور تحركيهم واحد شويه وكتشوفي شي مقله اللي ما كتلصقش كتدهنيها اما بشويه الزبده ولا كدير فيها نيت شويه الزيت تدوري فيها ملي يسخن وتدخل فيها هذيك كتجي طورطيه عجيبه يبغيوها الدراري يبغيوها الوليدات فعلا عندها الخضيره اللي بغى كيدير اللي بغى يزيد عليها عنده الكفته اييه شويه منها ولا فيها غير انا النصيحه اللي كنقول على الكفته هي ملي تجيبي الكفته وتديري لها شويه الملحه وشويه الكمون وديك العطريه ديالها من الاحسن كتلقيها بواحد نص كاس ديال الماء في زلافه اييه ماشي حتى كديريها في المقله عاد كتبقاي تديريها بالمغرفه ولا بالفرشيط الا طلقتيها بشويه الماء كتجي كتحل ديك الساعه ملي كتحطيها كتلق اييه اييه ملي كتزيدي كتشحريها حتى هي في واحد شويه الزيت كتديها وتجيبيها واحد شويه في الكفته دغيا كطيب كتنزليها ملي كتخلطيها حتى مع ذاك الخليط اما عندك انت الاختيار اما ديري الكفته اما ديري مكعبات تاع الدجاج حتى هما من بعد ملي كتقطعي داك الصدر ديال الدجاج تقطعي مكعبات ولا الصدر ديال البيبي وتقطعي مكعبات كتدي شويه في المقله مع شويه الملحه وبزيره صافي كتحطي حتى هو مني عاد كتجمعي كلشي كي قلت لك في هاد الجبانه وديري ربعات البيضات كتجي واحد الطورطيه هائله ولوينات زوينه زعما كتشهي وديك الخضره ما كتبقاش بان كلشي كيتكال اييه كلشي كيتكال وين كيجي داك الكولور ديالها زوين فيها الاحمر فيه الخضر فيه زعما واحد اللوين زوين وكيشهي حتى الدراري ايوا هادشي اللي كاين وفي الصحه والراحه بارك الله عليك الامينه عواشر مبروكه علينا وعليك الله يبارك فيك شكرا لك بزاف عواشر مبروكه وكنسلم على الطاقم كلشي وعلى كلشي اللي كيسمعنا في المغرب والله يخلي لينا سيدنا والله يحفظه يا ربي امين عليها هذا الشهر ان شاء الله بالصحه والسلامه ان شاء الله ولا لا يخطي علينا بارك الله فيك شكرا لك بزاف امينه يا اختي سناء باب المشاركه ديالك شكرا لك بزاف.